البابا له اسبوع معنا على بعض، في شي البابا مخبي علي وما عم بعرف شو هو. لك له اسبوع معنا على بعضه، معنا طبيعي يعني، ما بعرف كيف. يا ربي شو بدي اعمل؟ ريا يعني انتي ما قدرتي تعرفي شي من ابوكي؟ ما بعرف شو بدي لك، يعني حاولت اكثر من مره بس ما قدرت اخذ منه لا حق ولا باطل. شو بدي اعمل يا ربي؟ بتعرفي شو؟ شو؟ مالي غير الاستاذ عبد المقصود، انا بدي اقوم روح لعنده على المدرسه هلا، هو بيعرف كل شيء ولازم يحكي لي. بدي روح، واللي بده يصير يصير. خاطري يلا خاطري. لك استني حسنا، استني بروح معي. لا شو تروحي، انا بخبرك شو بيصير معي. يلا. طيب مرحبا ريا. اهلا شهلا، تعي معي عاوزتك ضروري. وين بدنا نروح هلا؟ هلا بخبرك على الطريق. تعي على مهلك بس لقلبس، تعي فوتي. طيب يلا. تعرف يا ابو جابر، الحياة مملة بهالبلد. أنا ما خليت بلد بالعالم ما زرته. رحت على فرنسا، إيطاليا، تركيا ولبنان. يا سلام، أطول أيام عمري عشتها بلبنان. يعني الحياة خلقت لنعيشها مش لنقبر حالنا فيها. إيه بدك ما تبالغ يا بيك، ليكنا عايشين وما أحلانا. طيب شو رأيك بكرة نطلع لنا شي مشوار؟ منه بتغير جو ومنه بتغير رأيك فينا. وإذا الأنس المجدولين بتروح معنا بتكون كسبتنا الشرف كله. ها ونحن كمان لنا الشرف. والله أنا كل هالقصة ما لها عاجبتني ولا فايدة بها. أنت ما عم تقولي إنه بيحبك؟ طيب إذا بيحبك ليش ما بيروح لعند أبوك وبيطلبك منه؟ إيه أبي ما بيطيقه ولا بيطيق يشوفه. إيه كيف بدك يعني يجوزني لإله؟ لكان انهي هالقصة وبلا لك تعبت هالقلب. امو بايدي بحبه، على الاقل بضل احسن من مريم بنت المختار. ليش شبهها هي كمان؟ طابسه لقى رقيت ادانيها بالاستاذ عبد المقصود وهو عينه على حسنة. وانت منين جبتي هالحكي الفاضي؟ يعني صحيح ما بطلع الا قليل من البيت بس بعرف كل صغيره وكبيره عم تصير بهالبلد. خلص خلص، اجا مرشد عبد الغني. يعني فعلا هذا الرجال صايره شغلته بتطير ضبانات العقل. ما بعرف الرجال ورا شي مخبى ونحن كحزب لازم نعرف. ليك يا شباب ما طبق ريا حبيبتي، تعي معي. لا حبيبتي انا ما لي علاقه بخاطري. بدك شي؟ يلا سلام. مع السلامة. وعبر تجربتنا كشعوب مستهدفه بهي المنطقه اكتشفنا إن النضال هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين. لتحرير فلسطين أبناء. أستاذ النضال كيف تسمح لحالك تقتحم غرفة الصف؟ على الأقل دق الباب. والله ما لي علاقة يا أستاذ، هي راسي وألف سيف إلا بدها تشوفك. ولك من هي؟ حسنة. حسنة؟ طب لك ديبو لك كمل الدرس وأنا بس. شو الدرس؟ الدرس تمارين سويدية ديبو. حاضر أستاذ. حاضر أستاذ. أهلين أنسي حسنة، خير في شيء؟ كل خير أستاذ عبد، كل خير. بس أنا بدي أطلب منك إنك عن جد تكون صريح معي. بالتأكيد، صدقيني أنسي حسنة أنا ما يجري في عروقي من دم بيرخص كرمالك. تسلم أستاذ عبد، أنا ما بدي الدم اللي عم بيجري بعروقك، بدي تقلي شو قصة بابا. أي قصة؟ شو بنا أستاذ عبد؟ قصة بابا هو وشاهين، بدي أعرف القصة من طقطق للسلام عليكم. صدقيني انا ما بعرف شيء، يعني ما بعرف اكثر من انت بتعرفيه او اي حدا بالبلد بيعرفه. ما بتعرف شيء؟ والله ابدا. ايه ماشي تكرم. وان تغييب موقف الشعوب المسحوقه امر لا يجب السكوت عليه، ولذلك بعرف اقرا بقرا بعدين. مرشد لقيت حل مشكلتنا ولا لسه بعدك عم تفكر؟ اوه شهلة انا ماني مقصر بس ابوكي صعب كتير كتير صعب. انا بعرف وين المشكلة. مرشد شو رأيك تترك حزبك وتنضم لحزب ابي؟ ما فيني شهلة، صحيح انا بحبك بس ما بترك حزبي ولو على قطع راسي. شو رأيك انت تقنعي ابوكي يجي لحزبنا هو ابو علي؟ ما بتنحل المشكلة؟
ما رح يقبل. لقيتها مرشد، شو رأيك توحدوا الحزبين وبهالحالة منخلص؟ مستحيل يتوحدوا الحزبين، مستحيل. شهلا لا تسألي مني، المشكلة عند أبوكي، يعني أبوكي زئبقي مرة هون ومرة هون، وبيشتغل على مبدأ ميلي ماما للهوى. وأنا لأمتى رح ضل ميالي بينك وبينه؟ يا مريم. نعم يا بيك. سكري الباب. حاضر. لوين يا مهون؟ إذا أنت ما بتهمك سمعتك فأنا بتهمني، وأنا اللي راح أحافظك عليها. سمعتي؟ ليش شوفي؟ قصة أبو حسنة صارت على كل لسان، وجنابك قاعد هون مسترخي عم تقصر لي شواربك. مريم لا تغلطي، أنا ما عم قص شواربي، عم قلمن. يا بي عم نحكي بموضوع أبو حسنة. هلا تركيني من قصة أبو حسنة، حرقة تحرق وحرق هو وقصته. إيه تحرق وحرق هو وحسنة كمان، ما اختلفنا، بس رح تحرقك إلك. تحرقني أنا؟ ليش؟ إذا طلعت قصة أبو حسنة كبيرة مين رح يتبهدل؟ مو أنت؟ رئيس المخفر وقائد المقام ما رح يقول لك كل هالشي عم بيصير ببلدك وأنت قاعد ما لك دريان بشي؟ بعدها بيتركوك دقيقة وحدة مختار؟ لك ليش عم تكبري الموضوع؟ هلا شفت حسنة ماشي هي وعبد المقصود. يعني معقول عبد المقصود بحب حسنة؟ لا، حسنة بتحب شاهين. لك شو في بين حسنة وعبد المقصود؟ ما في غير السر اللي بين أبو حسنة وعبد المقصود. إيه صار لي 10 أيام وأكثر بقول لك الحق عبد المقصود وفهم منه شو القصة وأنت قاعد ولا على بالك. يا مريم يا مريم يا بنتي، يعني أبوكي مختار قده ودلقه، بيقول عليكي يترجى أستاذ مدرسي لحتى يحكي له قصة تافهة. يا بي أنت بتضل قاعد ببيتك معزز مكرم وهو بيجي لعندك. كيف؟ أنا لا بحبه ولا بحبني ولا بطيقه ولا بطيقني. اعزمه، اعزمه على شي غدا على شي عشاء وانتوا قاعدين عم تاكلوا، استجوبه. استجوبه؟ ايه بستجوبه. ليش حتى ما استجوبه؟ أنا أصلاً تعرفيني بحب الاستجواب. أنت فكر بالموضوع منيح واتركني أنا ساعدك عن إذنك. الله يرحمها أمك نسخة بقى الأصل. أستاذ عبد المقصود، هلأ بدك تقنعني إنه بابا ما اختار غيرك أنت من دون أهل البلد كلياتهم لحتى يقلك إنه في موضوع خاص بينه وبين شاهين، وأول واحد بيجي بيزوره بعد ما رجع هو أنت، وبتقعدوا ساعتين على وتوتي وبدك تقلي ما في شيء؟ ما بعرف شو بدي بصراحة. حسنا أنا ما بقدر أزعلك، أنا جيت امبارح 4 الصبح مشان أطمن عليكي، خفت هدول ولاد الحرام يكونوا أزوكي. ولاد الحرام؟ أي ولاد حرام؟ أي ولاد حرام؟ كلمة وزليت فيها. مدقي بلا بلا. لك شفت؟ شفت إنك بتعرف كل شيء وما بدك تحكي؟ أنا بحكي بس أبوكي أخذ مني كلمة. كلمة على شو؟ خلص أنا أعطيته كلمة وانتهى قولا واحدا. إيه ماشي خلص مثل ما بدك، بس من هلأ ورايح لا بدي اسمع صوتك ولا شوفك ولا تحكي معي. لا حسنة لا تكوني قاسية هيك يا حسنة. خلص مثل ما بدك. امبارح جيت لأطمن عليك شي 4-5 الصبح لما شفت 15 رجال داخلين عندكم على البيت ومعهم بوارين. وبعدين؟ بعدين طلعوا قعدوا شوي وطلعوا وشفت دورية درك داخلي على البلد. دورية؟ لوين راحوا؟ وين بدي يروحوا يعني على المخفر. طيب الرجال وقت دخلوا بابا كان جوا؟ ايه كان جوا. انا طيب. اسفه بعتذر منكم، انا اسفه قطعتكم خلوتكم ما على اذنكم. تعي مريم، تعي مريم، تعي لفهمك. اه شو
أهلي حميدة. سلوم. اللي بتطلع لفوق بيقع وبتطق رقبته. لك انت عن شو عم تحكي؟ لا يا سلوم، انا اختك حميدة اللي بتعرفك اكتر ما بتعرف حالك. هات لشوف فهمني شو القصة. لك شو بدي فهمي؟ شو جنيتي لك حميدة؟ ايه لا والله انت اللي جنيت وطق عقلك. هالناس مو من توبنا، صحابة اصحاب. لك صحيان صحيان لك اختي، لا تخافي علي. سلوم انا. ايه بس معك حق، مجدولين بنت حلوة وظريفة، بس يعني دايما بحسها حزينة وكئيبة. ما عرفتي شو السبب؟ لا ما عرفت. بعدين مين انا لتحكي لي؟ بس انا حسيت. لك اساليها، مو هي حبتك؟ يمكن تقلك. وبتقلي ما في شي؟ سلوم حاجتك احلام مشان ما تصحى على كوابيس. لك حاجة بقى، شو هالسيارة هي؟ شي كابوس وشي احلام؟ يلا شيلي العدة لشوف. يلا عم تحسب الغلة يا مرة. لك حاسس الأبو علي عم يسرقني، بدي غيره وارتاح منه بقى. يخاف الله يا رجال، أصلا هذا أحسن شوفير شغل عندك. والله لو بتلف كل الدنيا ما رح تلاقي أحسن منه. لك شي بيحط العقل بالكف، الركاب أول ما وصلوا عديته وهي قدامي الغلة. لك إيه لا محالة، أبو علي شافت إجرت راكب شو بدك تجنينيني؟ إيه قبل ما تتهمه اسأله. بدي اسأله؟ مين قال لك ما رح اسأله؟ يعني شايفتيني بدي اسكت؟ أبو صالح سمعت بقصة أبو حسنة؟ يضرب هو وقصته، مو فاضية هاللعي أنا. إيه وللمدرسة مانك فاضي؟ إيه بالشهر كله ما عاد روح غير مرة. دخيلك ودخيل الراتب اللي عم أقبضه. لك أنا مدير مدرسة ومعي بكالوريا، راتبي 146 ليرة. ابن خالتي ما بيعرف يفك الحرف، بيقبض 360 ليرة. حزرك ليش؟ لأنه موظف بالميرة. بتقولي موظفين الميرة عم يشتغلوا بدولة غير دولتنا. وأنت وين متأخرة لهلأ؟ أه؟ لا بابا بس أخذنا الحديث أنا وريا وما انتبهنا للوقت. مني رايحة يعني مني رايحة، انتهينا. يا بابا يا حبيبتي، رئيس المخفر زلمي جونتي، يعني المشوار معه كتير حلو. روح معه لوحدك، أنا ما بدي أشوف حدا ولا بدي أحكي مع حدا. معقولي تحبسي حالك بالبيت وتسكري على حالك؟ اظهري شوفي الحياة عيشيها. هي أنت عشتها بالطول وبالعرض، بكفي. ما بكفي يا بيك؟ شو قصدك؟ ما قصدي شيء. لا قصدك، وأنا فهمين كل تلميحاتك، بس وحياتك مهما جار علي الزمان ببقى أنا نازم بيك على سن ورمح. موا لو شايف غصب عن الكل. أنا فاهمة وعارفة كل شيء وبجرب أتأقلم مع وضعنا الجديد، بس المشكلة يا بابا أنك مغمض عينيك ومنك منتبه لوين وصلنا. الحياة يا بابا بتكون حلوة لما ما بنكون خايفين من بكرة، ونحن يوم بيوم عم نعيش برعب من اليوم اللي بده يجي. بكيتيني برواقك، اسم الله عليك. يعني اللي بيطلع فيك هيك الواحد بحسك رايقة، ترنك خزان بارود وناطر نكشي لتنفجري. بون ما زالك هالقد فهميني وعارفي. طيب ما مفتاح الأمان بإيدك، اتصلي بخالك اللي عم يستثمر اموال امك وعايش من وراها. انت هيدا اللي بدك توصل له؟ طيب شو ضمني اذا حكيت مع خاله وبعت لي المصاري ما تصرفهم مثل مصرفت ساروتك، تتعيش حياتك بالطول وبالعرض على السهر وعلى السفر من بلد لبلد وعلى البسط والكيف؟ شو ضمني؟ رح جن على ما اعرف مين هدول اللي شافوا عبد المقصود ببيتنا. لك لا واحد ولا اثنين، كتار ومسلحين كمان. معك حق، لو كانوا واحد او اثنين كنا قلنا حرامية، بس كتار لك وما سرقوا شيء. بتعرف شغلة بتحط العقل بالكف؟ ابو رشيد معقولي كله شاهين الكلب علاقة بهدول؟ ما بظن. شو نسيت انه لقيناه بالطريق وطلعناه معنا بالسيارة؟ مزبوط والله، مع هيك الموضوع فيه سر وبيخوف. بركض هالرجل مرة تانية. ما بعرف شو بدي اقول لك، بس بصراحه كل شيء ممكن. معناتها ضروري احوالي قطعت سلاح. مو غلط، بس منين؟ من عند المختار. تروح معي؟ لا لا لا، شو روح معك، روح لحالك. ماشي. لوين رايح بابا؟ العشاء خالص. لا لا مالي رايح، عود عود لتعشى ابو رشيد. وين بدي اروح؟ هاتي هاتي العشاء. عود.
مريم، مريم وين شاردي؟ يا بي، لما اجت دورية الدرك لعنا سألتك عن ابو حسنة شي؟ وليش لا يسألوا على ابو حسنة؟ كانوا عم يدوروا على مناشير هاي الوراق المكتوبة اللي كلها مسبات وتحشيك بالسياسة. اللي عم بيصير بهالبلد كبير، وقلبي عم بيقول لي انه ابو حسنة له علاقة بهالموضوع كله. انت بتعرف يوم تختفى ابو حسنة وين كان؟ وين كان؟ سألنا قال كان بالبيت. مزبوط، كان بالبيت، بس اللي ما قال لك اياه مين اجى لعنده وزاره. مين زاره؟ شي 20-30 زلمة مسلحين دخلوا عبيت ابو حسنة وقعدوا معه شي ساعة بعدين راحوا. شو هالحكيات؟ مستحيل. لا مو مستحيل، الأستاذ عبد المقصود شافهم بعيونه وهو خبرني وبيعرف هو شغلات أكتر من هيك. وليش اجى لعنده؟ شو بدهم منه؟ ما بعرف، بس الظاهر أول ما شافوا الدورية هربوا. يعني حرامية؟ لا يا بي، شو حرامية؟ لو كانوا حرامية كانوا فاتوا على البيت سرقوه وراحوا، بس هدول فاتوا وقعدوا مع أبو حسنة. ومين قال لك قعدوا معه؟ أبو حسنة خبر الأستاذ عبد المقصود وقال له أنه كان في عنده ضيوف. ضيوف؟ شو عم يصير بهالبلد ما بعرف. أنا لازم أخبر رئيس المخفر فورا. هذا الصح، وهيك بتخلي مسؤوليتك، وبكرة إذا صار شي بتقول لهم أنا ما دخلني، رحت وخبرت رئيس المخفر. هيك رأيك؟ إيه. ماشي. بابا خير؟ في شي؟ لا بابا ما في شي، بس عطشت قلت بشرب مي وبتطمن عليك. نامي حبيبتي، نامي بس نامي. شو هاد يا عبد المقصود؟ والله معناك قليل. حسنا بجلالة قدرها تجي للمدرسة وتقول لك بدي شوفك، مشان هيك راح ضل ورا أبوها لحتى أفهم شو قصته، ومن اليوم راح بلش مراقبة. شو جابك؟ شو جابك بالبيت؟ لا تواخذني مختار، اجيت لعندك بنصاص الليالي بلكي بتعيرني شي قطعة سلاح. شو قالوا لك عني تهجر سلاح؟ عيب هالحكي يا ابو حسن، عيب. لا تعيط مختار، انا بزماني عاطيك بارودة كندية من 3 أشهر نسيت؟ ومو عندك فرد كنت عم تقوس فيه بالساحة؟ يا اخي ما ضل عندي، برعت فيهم، برعت فيهم، حتى سكين مطبخ ما عندي. مختار انا ما عم بشحدك، انا مستعد ادفع لك حق شنتي. ولك يا اخي انت ما بتفهم، عم لك ما ضل عندي سلاح، ما ضل عندي سلاح. شوف الله يرضى عليك، بتروح على البيت وبتنام وانت مطمئن وعارف انه في مختار بهالبلد حاميها. يا حيف على رجال، بس يا حيف فعلا الشدائد هي محك رجال، وانت للاسف فشلت بالمحككان. حكاكان؟
خرجوا مرة تانية. لازم أعرف شو في بينهم وبين أبو حسنة. بس لجيب الفرد. هدول احلى بسم الله الرحمن الرحيم. لك عبد المقصود ايه شو في؟ ليش عم تلفت لي؟ ولا شيء ولا شيء ولا شيء. انت لحالك بالبيت؟ شو هالسؤال ماله طعمه؟ طبعا لحالي، بس ليش عم تسال شو في؟ عمي ابو حسنة بشرفي بعرضي انا بعزك وبحترمك وما برد لك الا الخير، بس انت الله يخليك كن صريح معي. لك بشو؟ رح تجنني انت بشو؟ الرجال اللي كانوا عندك شو كان بدهم؟ رجال؟ انو رجال؟ عمي ابو حسنة بوسه لايدك لتكذب علي، عم بقول لك شفتهم بعيني عندك هون، وهن نفسهم اللي شفتهم هذاك اليوم كمان بنص الليل. لك شو عم تخرف انت يا عبد المقصود؟ عمي بشرفي شفتهم بعيني، لك والله شفتهم بعيني، انت ليش عم تخبي عني؟ سلام قولا من رب الرحيم، عم اقول لك لا عندي رجال ولا فات لعندي رجال ولا شفت رجال. رح فوت تاكد. لك وين تفوت لجوا؟ لك بنتي حسنة نايمة جوا، مجنون انت؟ ايه لا تاخذني يا عمي، هلا حسنة نايمة جوا. لك كان برا؟ يلا روح عني عبد المقصود بدي نام. متأكد؟ روح من خلقتي ها. ما بدك تفطر يا بي؟ لا بدي افطر ولا زفت، بدي اخلص من مصيبه ابو حسنة. انا رايح اخبر رئيس المخفر لانه شغله ابو حسنة على ما يبدو كبيره. ليش صار شيء جديد؟ امبارحه اجاني وانت نايمه بده سلاح. مين هاد؟ مين هاد؟ ابو حسنة مين؟ العمى بعين العمى. جاي يطلب مني انا سلاح؟ انا جاي يطلب مني سلاح وعنده 40 رجال مسلحين؟ ايه عبد المقصود شافهم بعينه. يا بي انتظر شوي، هلا ما بيكون وصل رئيس المخفر. لبين ما وصل على المخفر بيكون رئيس المخفر وصل، وين ما وصل بيستنى لحتى يوصل. المهم بري زمتي من هالمصيبه. طيب شو رح تقول له لرئيس المخفر؟ شو بدي اقول له؟ بقول له يلي صار. باي انت الشغله كبيره كتير والكلمه رح تنحسب عليك، خلينا نقعد سوا ونفكر شو بدنا نساوي، احسن ما تغلط لك شي غلطه نندم عليها العمر كله، ساعتها الندم ما رح يفيد. لا 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 انت هيك رأيك؟ ايه هو عم بيقول ما كانوا عنده وانا شفتهم بعيني، حسنا جوا وهي برا. ديبو يا ديبو يا ديبو استاذ ديبو طلع برات المدرسة شفته بعيني. برات مدرسة؟ ايه سوري. انت يا ديبو ليك رشيد اسمع، هلا انا واصل مشوار صغير وغاشي، شو بتساوي؟ انتبه على الطلاب منيح. امرك هاي مسؤوليه كبيره. ها عيونك استاذ. ماشي بكره. شو قد يا مريم طبخ على الفطور؟ الله يرحمها امك. تعيش يا بي تعيش، المهم هلا خلينا بموضوعنا. تبعت عواد لعند رئيس المخفر يقول له يجي لعندك ضروري، بس يجي لهون بتحكي له كل شيء، هيك احسن. ليش ما اروح انا لعنده؟ ابو حسنة واحد من هالبلد وما في داعي تعادي او تعادي اللي بيحبوه، اذا اجى رئيس المخفر لهون هو بيتصرف، اما اذا انت رحت لعند رئيس المخفر بتبين فسديه. هي معك حق فيها. يا عواد مور يا كبير، بتروح لعند رئيس المخفر وما تخلي حدا يشوفك بنوبها، قلت له عمي المختار عاوزك تجي لعنده عدك على المكتب. لك لا لا شو المكتب، خليه يجي لهون، يلا روح.
بأمرك يا أحلى صبية بهالبلد. هون أحسن من شان السرية، بالمكتب بتخاف حدا يسمع له شي كلمة يقوم يوصلها لأبو حسنة. معك حق، هون أحسن، أحسن ما يفكروها فسادية. فهمت علي كيف مريم؟ الصوت من بيت ابو حسنة. وانت وين رايحة بدون اشعار؟ طيب يا بيبي لبسوا بالحاك روح. وصوت استاذ عبد المقصود؟ هو شوفي مشي مشي خلينا نشوف شو في. يلا طلع طلع طلع. شبك ما سمعت هذا الصوت؟ لك شو دخلنا نحن؟ يلا ورانا شغل يلا. لك 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 الناس رابطين لبيت ابو حسنة، خلينا نروح نشوف شو صاير. لك حميدة هلا بتأخر على البيك ومجدولين، يلا ما حلوة خلصي. بالله شو خايف على البيك والست مجدولين، أنا رايحة. لك حميدة منو هذا يا ابو حسنة؟ شو بيعرفني مختار؟ مثلي مثلكم، سمعت الصوت اجي تركيب. وشو جاب عبد المقصود لعندك بهالوقت يا ابو حسنة؟ المفروض يكون بدوامه بالمدرسة. شو بيعرفني مختار؟ اسأله قلو ليه عم تسألني لي؟ ها؟ عمى شو ها؟ لك مين مساوي فيك هيك؟ حدا شاف الرجالة بهالمرة؟ اللي مساوي فيه هيك بدي اسلخ جلده عن عظمه. ابو حسنة تعال عندي. طلع لي بالمخدور منيح بتعرفه؟ هذا انت تعرفه؟ قسما بالله العظيم اعدامه حلال يلي سوى هيك يا رجال. شو ابو حسنة ما جاوبتني لهلا، بتعرفه ولا لا؟ لا بعرفه ولا بعمري شفته. وفيني اعرف شو اللي جابه لنح بيتك؟ شو بيعرفني انا يا ابو جابر، مثلي مثلكم اجيت لقيته هون. نحن بنعرف شغلنا، تعالوا احملوه للمغدور وحطوه بالسياره. يا علي يا عليك يا حسنة. حسنة ليكون أبوك عامل هالعملة. لك عرفته؟ مين هو؟ بزماني شفته بكفر شلهوب ماشي مع شاهين. هذا أنت؟ ايوه عزت تعال اشحط لي أبو حسنة على المغفر. عبد 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 المقصود
بابا شو فيه؟ ابصر شو فيه بالبلد، الدنيا قايمه قاعده. ما لنا علاقه، بس يجوا سلوم وحميده بنعرف شو صاير. لك ايه ذكرتيني؟ تاخروا كثير، انا هيك ما بيناسبني ابدا، قسما عظما اذا تاخروا بدي اطردهم. بابا ما في هون غير انا وانت، فوت. بسرعه حركت يا ولي نصري. حرك طولي بالك حسنة، طولي بالك، طولي بالك، أكيد رح يطلعوا، هذا يخطي إذا قدر يتحمل. يتحمل؟ شو بده يتحمل؟ هلأ بالمخفر رح يحققوا معه، وبيقولوا عن رئيس المخفر يا ويله، يا ويل اللي بيقع تحت إيده، بيعترف باللي مساوي وباللي مو مساوي. ولي، معقول يعذبوا للبابا وهو بالحبس؟ والله كنت بشن. مريم عيونا، أنت أبوكي المختار، وله كلمة بالبلد. يعني بركي بتحكي معه يساعد البابا، الله يخليك. مالك علي يمينها، انا وابي بنعزكم وبنحترمكم كثير وبنتمنى نساعدكم، بس انتم ما عم ترضوا. نحن؟ ايه انتم، قولي لي كيف ممكن نساعدكم وانتم ما عم تخبرونا شو عم بصير؟ اه كيف؟ بس نحن ما لنا عم نخبي عليكم شيء. السر اللي بين شاهين وابوكي، وقصة الرجال المسلحين اللي فايتين طالعين لعندكم بنصاص هالليالي، واختفاء ابوكي وراحته وجاياته وما حدا بيعرف وين رضي ابنه، بقيمية قصة وقصة. لك مريم شبكي؟ لك مالك شايفتني يا مالي؟ لا يعني لسه شو؟ ولك انت شبكي شو صار لك؟ ليش بحثتي؟ انا قصدي ساعدها. ولك لو بتعرف كانت حكيت. مالك شايفتي يا لاحق الاستاذ عبد المقصود؟ بلكي بتفهم منه القصه. شبكي لسه فوق راسه. نق 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 استاذ عبد المقصود؟ ايه شو دخله الاستاذ عبد المقصود؟ روح تسال ابوه وهو بيعرف اكثر منه، ولا بس بدها حجه. مريم شو قصدك انت؟ ايه بعد كل شيء قلت لك اياه عن الاستاذ عبد المقصود ومسموعياته وجنابك لسه لحقتي لي اياه، وين ما راح وين ما اجا؟ لك مريم زودتيها كثير شبكي. مو هون طول الحكي خلص. مريم بتعرفي شو احسن شيء بتعمليه هلا؟ انك تطلعي برات بيتي وفورا، وانا اصلا ما بدي مساعده لا منك ولا من ابوكي. يلا اطلعي. ايه بطلع، ليش لحتى ما اطلع؟ ذنبك على جنبك. امشي امشي ريا امشي. لا معلش انا بدي ابقى مع حسنة. روحي انت. ايه بالناقص. ناقصني انا لانه خلص حبيبتي شيلي يا من بالك بعت لحمه. صح يا حميده؟ صح. العمى والله منك قليل يا ابو حسنة. على كل حال هيدا الوضع طبيعي طالما انه ما في رجال قبضايات يضبطوا الامن، بدها تصير فوضى. لو كان في ناس مسؤولين ومهمين ما كان تجرأ ابو حسنة يعمل عملته. طيب ما حدا تدخل او حاول انه يعمل شيء؟ ابدا ابدا انسي مجدولين. لك حتى جماعة الأحزاب اللي بحياتهم ما اجتمعوا تحت سقف واحد اجتمعوا بمشكلة أبو حسنة. أحزاب؟ البلد ما بتخرب إلا بس تكتر أحزابها. شوف مين عم بدق على الباب يا سلمى. أهلين سلو، شو عم تسوي هون؟ أهلين عزات، أنت شو بدك؟ بدي البيك، روح قل له العريف عزات بده إياك. أنت قل لي وأنا بقول له. لك عم قل لك قل له العريف عزات بده إياك ولا؟ رح ناديله. اهلين يا بيك. خير شو في؟ بسلم عليك رئيس المخفر، قال في مشوار كنتوا بدكم تروحوا له انتوا وياه سوا، ما بعرف لوين. هذا المشوار التغى لانه في مشكله كبيره بالبلد. شو هي؟ بعرف. الله معك. اهلين يا بيك. وقت مشاكلكم هلا، روحوا علينا المشوار. هاي خلصنا من ابو حسنة ولوي. ارتحتي مريم؟ بالعكس هلا ابتدينا. شو بكي مريم؟ شو بكي؟
كل ما بفتح لك باب بسكر لي اياه. شو اللي زعجك؟ نحن اول شيء لهلا ما عرفنا السر اللي بين ابو حسنة وشاهين، وثاني شيء اذا افترضنا انه ابو حسنة هو اللي ضارب هالرجال فشو السبب؟ بدنا نفهم. ما بدنا نفهم. المهم الشغلة صارت بإيد الحكومة ونحن سوينا اللي علينا وما عاد إلنا علاقة. ما عاد إلنا علاقة؟ شلون ما عاد إلنا علاقة؟ أصلاً ما حدا طلع خسران غيرنا، ما انتبهت أهل البلد قديش كانوا متعاطفين معه؟ وين المشكلة إذا تعاطفوا معه؟ بكرة أهل البلد بيحملوك مسؤولية اللي صار لأبو حسنة، إيه الرجال كمشو شحطوه جنابك ما عملت شيء. ليش أنا بقدر وقف وجه الحكومة؟ طبعاً لأ، بس لازم أهل البلد يكونوا بصفك. لأنه إذا كانوا ضدك ببساطة ها بيشيلوك من المخترة. طيب مريم قلي لي شو تساوي؟ ساوي لهم اجتماع هون وقل لهم كل شي بتعرفوا عن أبو حسنة، أكيد هن رح يشكوا فيه مثل ما نحن شاكين فيه، وطلب منهم يساعدوك لتحلوا هالسر اللي مخبيه أبو حسنة علينا. أنا أصلاً هيك عم فكر من الأول، رح بدعيهم يجوا لعندي على البيت لاجتماع وبسفقهم خطاب بخلي راسهم يفتل فتل. عواد يا عواد. نعم يا كبير البلد. يرضى عليك بتفتل على وجهاء البلد وبتدعيهم لعندي. كل وجهاء البلد يا مختار؟ طبعا يا ابني. بس الوجيه ابو حسنة اخذوه على السجن، شب انا مختار؟ صاير لك شي عواد؟ سلامتك مختار. عفواً يا بيك، هيك في سؤال، إنه أنتو بحياتكم ما كنتوا مع أي حزب؟ نحن يا ابني بعمرنا ما انتسبنا لأحزاب، نحن الأحزاب هي اللي بتنتسب لإلنا. ما فهمت. الأحزاب يا ابني انوجدت للرعاع لأنها بتضم الحثالي والجبناء. مثلاً إذا تركت عنزي أو خروف بالبرية لحاله شو بيصير فيه؟ شو بيصير فيه؟ صريخه بيعبي الدنيا. وإذا رجعته للقطيع بيهدى وبيطمن. وهيك الرعاع ينضموا للأحزاب ليهدوا ويطمنوا. كل قطيع وإله راعي ونحن الرعاة. بس يعني يا بيك كأنه ما عاد سمعت فيكن، يعني ما عاد حدا جاب سيرتكن أبدا. جميعا يا ابني مصدقين حالهم أنهم قادرين يقودوا البلد، بس كلها سنة سنتين وبيكتشفوا أنهم مش قد الشغلة وراح يرجعوا يترجونا تنستلم زمام الأمور، واللي صار اليوم بيأكد كل كلمة قلتها. سيلافي يعني أنتوا راح ترجعوا تستلموا الأمور؟ أنتوا السفرطاسيين؟ الأرستقراطيين يا جاهل. يعني رح ترجعوا تستلموا البلد؟ طبعاً، مسألة وقت وبس. فهمتولي شي؟ أبداً. لا والله. الظاهر إنه أبو حسنة في وراه سر وما بده حدا يعرف شو هو. بس شو دخل شاهين بأبو حسنة؟ ما في شيء بيجمع بيناتهم. لك والمصيبة استاذ عبد، المختار عامل اجتماع لأهل البلد عنده ببيته بعد ساعة. بتقول له المختار تبعك انه موقفه المخجل والمخزي والمتواطئ مع رئيس المخفر بيمنعني احضر هيك اجتماعات. عواد قل له للمختار نحن رايحين. استاذ عبد، كونكم انتم صوت الكادحين بركي بتطالبونا بجمعية خيرية. في عائلة مستورة، ام وابنها، هو ابن اختي صار له 3 سنين ضعفان. والله يا دوب عم دبر له حق الاكل. ايه روح. السلام عليكم. هذا اذا مصيبه توفيق
نصاب عالم. قرابيب المختار. انت شلون بتقولوا نروح عند المختار؟ يا استاذ عبيد، اذا ما رحنا على الاجتماع كيف بدنا نعرف المختار بشو عم بفكر؟ شباب انا قلقان جدا على حسنة، بتعرفوا يعني عبد يا ريت تمر عليها تطمن يعني هيك شوي وتشوف اذا ناقصها شيء. خلاص تكرم عينك، شوفها وشوف اذا ناقصها شيء. رفاق نحن لازم كل واحد لحاله يروح على الاجتماع يعني مشان ما نبين تحالف. مظبوط على حكي. انا بدي مر على البيت شوي. ماشي ماشي، الله معك الله معك. بعدين عبد بس ترسوا للباب. ايه كلام عينك. لوين؟ بدي روح، مالي قدراني ضلني قاعده هيك وساكته وماني عم بعمل شيء. ابي بالحبس وبدي روح شوف لي شيء حدا يطالعه. حبيبتي انت بتعرفي والله لو بيطلع بايد ابي ما كان بيقصر، بس شفتي الوضع كيف. لك آه بعرف. بتعرفي ريا ما حدا بيطلع بايده يساعده لابي غير ابو العبد. لك هذا واحد ايده طايله وبنفس الوقت بيكره رئيس المخفر. ايه بس هو بالشام هلا، كيف رح تخبريه؟ ايه بسيطه، بروح لعند ابن عبد الغني وبخليه يحكي مع ابوه. لكن انا رح روح على البيت. رشيدو لا تجنني، ساعة وانت عم تحكي مع اخت منك، لا حق ولا باطل. شاهين ساعة عرضك فهم علي. قلي رئيس المخفر اخذ ابو حسن على المخفر. ايه؟ والرجال المنصاب اخذوه على المنصاصات. ايوه، وابوك وريا شو كان رايهم؟ شو قالوا؟ لازم لحق روح البيت قبل ما يطلع ابي على الاجتماع، لازم سجل حضور. لح تعال هون، اجتماع شو هذا؟ عواد خبر كل البلد ان المختار بده يقوم باجتماع ضروري عنده بالبيت. ايوه، تعال 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 تعال، سيف وينها؟ خذ هاي فرنك. شو عطيتها؟ فرنك بيسلم. اوعك تقول لحدا انك شفتني. ها تكرم شاينه. ايوه شو المعلقه عم تلمع على صدرك؟ تلمي ده يلا يلا روح. استاذ عبد الغني، يا استاذ استاذ. اهلين حسنة بنت حلال، كنت رايح لعندك بدي اشوفك واطمن عليك. بصراحة أنا جايتك وقصدتك بخدمة، يعني ما في حدا غيرك بيقدر يساعدني. تكرم عينك، أنت مو بتطلبي طلب، أنت بتأمري أمر. يعني هو الخدمة مو منك، من أبوك، بقى بركي بتحكي لنا معه وبتخبره باللي صار مع بابا. تكرم عينك، اليوم بحاول أحكي معه بس إن شاء الله ألقطه. على كل حال نحن عنا اجتماع اليوم ببيت المختار، إن شاء الله منحل الموضوع ولا منحتاج لا أبي ولا غيره. لك يكتر خيرك، هالمعروف ما رح أنسى لك يا طوال عمري. شكرا كثير، يلا بخاطرك. مع السلامة، تكرم عينك، مع السلامة.